نعم، إلى السنن، سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حدثنا محمد بن المثنى، محمد المثنى العنزي من الثقات الأثبات، رواه الجماعة، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الوهاب. هنا عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت أبو محمد الثقفي البصري من الثقات. العجيب أن أبا حاتم قال عنه بأنه مجهول، والعجلي قال ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن ابن سعد قال كان ثقة في ضعف، يعني ولا ينزل عن درجة الحسن. والحق أن ابن مهدي قرنه بالثقات، قال أربعة أمرهم في الحديث واحد: جرير بن عبد الحميد يعني الضبي، وعبد الوهاب الثقفي، معمر بن سليمان، وعبد الأعلى الشامي. لكن كان فيهم شيء، وهو أنه قال كانوا يحدثون من كتب الناس ولا يحفظون ذلك الحفظ، يعني فيهم ضعف. قال حدثنا خالد بن الحذاء. خالد الحذاء، الحذاء من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. عن أبي قلابة. أبو قلابة هو عبد الله بن يزيد، أو عبد الله بن زيد بن عمرو، يقال له ابن عامر، الجرمي الأزدي البصري. قال أبو حاتم ثقة، وقال العجلي ثقة، وثقة ابن معين أيضا، وقال ابن خراش ثقة، وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث، وابن سيرين أيضا قال ثقة. عن أبي الأشعث. أبو الأشعث هو شراحيل ابن آدم أبو الأشعث الصنعاني. قال العجلي ثقة، وابن سعد أيضا ذكره في ذلك وقال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة لأجل الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. الله أكبر. هنا جاء الحديث على التعميم في مسألة الإحسان، وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان. قال: إن الله عز وجل سبحانه جل في علاه، له صفات الكمال والبهاء والعظمة. قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. كتب يعني فرض، أوجب. حق أن هذا على التأكيد، وليس هذا على الاستحباب، بل هو على التأكيد وليس على الاستحباب. وقد يقال أنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا متأكدا، لكن الأصل أنه على التأكيد. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، وهذا تعميم. وأفضل الأشياء التي يكون فيها الإحسان عبادة رب العباد سبحانه جل في علاه، أن يتعبد الله بالإحسان. وعبادة الله بالإحسان معناها قمة الإخلاص، أن يصل بها إلى منتهى الإخلاص، أن يصل فيها إلى منتهى الإخلاص، كأن تقول: أخلصت العسل صفيته من كل الشوائب. فالإحسان تصفية العمل من كل الشوائب، من الرياء، من الشرك، من النفاق، أيضا بلوغ المنتهى في الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت في الحالتين، إن كنت تراه فأنت ستكون أتقن ما تكون، وأثبت ما تكون، وأعظم ما تكون عبادة لله جل في علاه. فإن لم تكن تراه فهو يراك، وأنت إن كنت قد عبدت ربك بالرقابة وأنه رقيب عليك، ستكون من أعبد الناس ومن أرقى الناس عبادة، من أعبد الناس ومن أرقى الناس عبادة. دلالة واضحة في هذا الباب، دلالة واضحة في هذا الباب، أنه إحسان من الله، الإحسان من العبد لله في عبادة الله جل في علاه بأمره. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، وهذا نص في العموم. ومن ذلك الشيء قال:
فإذا ذبحتم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على عمه على حمزة وجدهم قد مثلوا به قال لأمثلن بـ70 فأنزل الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ثم نزل ونهى الله جل في علا عن المثلى في القتل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله جل في علا عن المثلى في القتل. وأيضا حتى إذا أقيم الحد بالحجارة الراجم إلى الموت لابد أن لا يضرب ولا يجلد في إذا كان جلدا فلابد أن يجلد في غير المقاتل. وأيضا إن كان في القتل فيجهز ويسرع في ذلك حتى لا يكون الألم شديدا. فالغرض المقصود بأن الله جل في علا كتب الإحسان على كل شيء وهذا تعميم وأن الله يحب المحسنين وأن الله جل في علا يحب المحسنين. فمن أحسن أحسن الله إليه ومن بلغ درجة الإحسان فهذا الذي بلغ المعالي وبلغ الدرجات العلى وإنه قد جر على ذلك الفضل عليه بأن الله جل في علا يحبه. وإذا أحبه الله جل في علا كما وصف فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. لذلك فإن الإنسان وجب عليه أو تأكد عليه أنه يعني يكون من الإحسان بمكان أو يكون ذا همة راقية عالية سامية بأن يتدرج في عمله وعبادته لله جل في علاه حتى يبلغ المنتهى في باب الإحسان. وقلنا باب الإحسان أصله وأسه وأساسه الإخلاص تصفية الأعمال من كل ما يشوبها. فإن كان مخلصا لله جل في علاه لا يشوب عمله شيء قد بلغ المنتهى في الإحسان. وإن بلغ المنتهى في الإحسان فإن الله قد أحبه. وإذا أحبه الله جل في علاه نادى في السماء إني أحب فلانا فيحبه جبريل ثم يحبونه الملائكة ثم يكتب له القبول في قلوب الناس. وقد قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني إذا بلغ الإحسان. لذلك قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أرأيت الإحسان فإنه رقة في الطبع ورحمة في القلب. رقة في الطبع ورحمة في القلب. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين والحسن وأسامة يقبل هذا تارة ويقبل هذا تارة فقال له تقبلهما لي 10 من الأولاد ما قبلت أحد منهما. قال وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. فهي رقة في القلب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء وإنها رحمة. لذا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب الأمر كان في الصلاة بإحسان تام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة رضي الله عنها وأرضاها يكون في مهنة أهلي فإذا سمع الأذان كأنه ليس منا كأنه لا يعرف أحدا منا. فهنا الإحسان في كل شيء واجب على المكلف سواء كان متأكدا أو كان واجبا يأثم بتركه. فإذا قلنا أصل الإحسان أن أتي بأصل العبادة فإننا نقول هذا واجب. وإن قلنا على الكمال فالكمال الواجب أو الكمال المستحب. إن الله عز وجل كتب يعني قضى يعني أوجب يعني فرض أو كان على الأمر الكتابة كتابة استحباب وتأكد الاستحباب. إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. في رواية الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. شوفوا انظروا هنا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح كأن سائلا قام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف إحسان الذبحة كيف إحسان الذبح. قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كأن الإحسان بأن يحد الشفرة وليرح الذبيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشحذي السكين ووضع رجله بأبي وأمي على صفاحهما وذبحهما ذبحا بإفراج الودجين. فهنا لما مر النبي على رجل يشحذ السكين أمام الغنم أو أمام الذبيحة أنكر عليه أيما إنكار أنكر عليه أيما إنكار. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سماه الله جل وعلا ولقبه بأنه رحيم بكل الخلق. الجمل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له وكان قد سمع عنه سلم كلامه وعلم كلامه
كأنه أخذ من خصلة سليمان عليه السلام وسمع كلامه وهو يبكي، فقال من صاحب هذا الجمل حتى أتاه؟ فقال له إنه يشتكي منك أنك تدئبه يعني في العمل ولا وتجيع ولا تطعمه، تدئبه في العمل وتجيع ولا تطعمه، فليس هذا من باب الإحسان. وهذا يدخل فيه أيضا المرأة البغي التي أحسنت للكلب حينما يعني مرت بالراكية وجدت الكلب يطوف عطشا، بلغ منه عطش مبلغا، فخلعت موقعها وملأته ماء وسقته، فشكر الله لها هذا الإحسان. أيضا أن يزيح المرء الشوكة من إماطة الأذى من طرقات المسلمين، أيضا هذا من باب الإحسان الذي به يشكر الله جل في علاه عبده على إحسانه. المرأة التي دخلت النار، دخلت النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا أيضا فيه باب الإحسان أن يحسن للحيوان. ولذلك كان النبي يمر على الصغير ويقول يا أبا عمير ما فعل غير، قال علمونا باتفاق أنه يجوز حبسه بشرط إطعامه وإحسان المعاملة له. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وأحسنوا الذبح، وإحسان الذبح أن يحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحة، أن يحد الشفرة وأن يريح الذبيحة. لذلك في الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة أو مر برجل وهو يجر الشاة بأذنها، فقال دع أذنها وخذ بسالفتها، دع أذنها وخذ بسالفتها يعني صفحة العنق يعني بالأذن، هذا فإنه يؤلمها ويؤذيها ويعذبها. وتعذيب الحيوان لا يجوز، وتعذيب الحيوان لا يجوز. كما قلت الإحسان معناه الرحمة، معناه الرقة، وكلما كان العبد أرحم كلما رحمه الله جل في علاه، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فنسأل الله الإحسان في كل شيء. يدخل الإحسان أيضا، هذه المسألة الأخيرة، يدخل الإحسان أيضا في طلب العلم، أن من باب الإحسان في طلب العلم أن يتقن المرء المسألة بدليلها وتفنيدها، وينظر كيف يراجعها، وينظر كيف يناظر بها، وينظر كيف يذاكرها مع طلبة العلم، وأن يحرص على مجالس العلم، هذا من باب الإحسان، وأن يحرص على مجالس العلم وألا يتوانى وألا يتقاعص، حتى وإن مات في المجالس مات في المجالس، فهذا الفضل كل الفضل في ذلك حتى يتعلم. وأيضا أن يحرص وأن يكون حريصا على إبلاغ غيره بهذه المجالس التي إذا عقدت فيها عقد وعلى فيها الكتاب والسنة، وكان فيه نصرة الأمة ونصرة السنة، السنة نصرة للأمة بأسرها ونصرة للدين بأسره، فالإحسان في ذلك أن يعمل بقول الله جل في علاه وقل رب زدني علما، وألا يضيع عليه حرفا من الحروف لا يستطيع أن يستدركه، وأن يكون كما قلت ملما بالجلوس في هذه المجالس، ويعلم يقينا بأن الله جل في علاه يقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، أن يحسن في العبادة. ومن إحسان العبادة كثرة كما وكيفا، وأما الكم فقد كان الأولون على ذلك، فقد كان قائمهم يقوم يصلي 300 ركعة، وكان يعني قائمهم يقوم الليل بركعة لكن يختم فيها القرآن، وكانوا لا يملون من الذكر والاستغفار والعبادة، فهذا إحسان في العبادة. ومن باب الإحسان في العبادة هو أنه إذا أساء يحسن، من باب الإحسان أيضا، لأن الله كتب الإحسان في كل شيء، من باب الإحسان أن يحسن فيما أساء إليه، فإن فرط فإن تجاوز فإن تعدى فإن عصى لابد أن يحسن ويضع الإحسان مكان السيئة، بهذا تكون مكفرات له، وبهذا تكون رفعة في الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. لما قال له لا إله إلا الله من حسنات قال هي أعظم الحسنات. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن. وأعظم الإحسان إحسان الخلق، وأعظم الإحسان إحسان الخلق. فرق بين أن تحسن الخلق وبين أن تراجع قليل الأدب أو الخسيس أو الخبيث أو حتى الفاضل المفرط. فقد كان من النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، تعرفونه أم لا تعرفونه؟ عثمان بن عفان أفضل الأمة بعد نبي أبي بكر وعمر، ثالث ثلاثة أفضل الأمة بعد عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه باتفاق المهاجرين والأنصار. ومع ذلك لما دخل متأخرا في صلاة الجمعة، وهو يصلي عمر بن الخطاب أوقفه قال ما بال أقوام أراهم يدخلون بعدما صعد الإمام على المنبر. قال والله يا أمير المؤمنين شوف أدب
يعرف الشخص عندما يراجع، فإذا رجع فوجدت منه النقص فضعه في دائرة لا تعليه، ضعه في دائرة وضعه في دائرة ولا تعليه. ما دام الشخص فيه نقص في شخصيته فلابد أن تعامله بهذا النقص، تحاول أن ترقي لا يرتقي، فإذا تعامله بنفس هذا، لا ظلم لا غلو ولا جفو. لكن شوف الرقي عندما قال ذلك قام احتراما وتوقيرا لأمير المؤمنين، فقال والله ما زدت على الوضوء، كنت في السوق فما زدت على الوضوء. قال والوضوء أيضا إنكار تاني على عثمان. فماذا فعل؟ هل تأفف؟ هل رد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هذه تدل على مكانات الناس، هذه تدل على مكانات الناس. فهنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يفعل شيئا غير أنه وقر كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالإحسان هنا إحسان أيضا في المراجعة وفي الدعوة إلى الله، إحسان في التعامل كما قلنا مع جميع البشر، ومن الإحسان هو الشدة والحدة على من يستحق ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبايع عبد الله بن أبي الصرح، لأنه لما قام وسب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبايعه، حتى أنه احتد على الصحابة جميعا من أجله. جاء يبايعه فقبض يده، وجاء عثمان يشفع له. عثمان هذا من؟ عثمان هذا النبي يعتدل من أجل دخول عثمان بن عفان، أشد حياء في الأمة، ومع ذلك لما شفع له قبض النبي يده، لما ألح عليه، وهذا قدر الله نافذ. بايعه النبي، لما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابة، قال أليس منكم رجل رشيد؟ حد هو احتد عليهم ولا ما احتد؟ احتد عليهم. فالذي يخطئ ولابد من أن تكون الحد عليه، فإن أبى فهذا ليس بفاضل، ضعه في مكانه لا تعليه، ضعه في مكانه واعلم قدره في هذا الباب. فلذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم احتد عليهم ماذا قالوا؟ لا، هل ردوا على النبي حدته؟ استغفر الله، إذا قلنا هذه حدة استغفر الله، أقصد الحدة التي عملهم بها أو الشدة التي عملهم بها، اشتد عليهم. هل ردوا على النبي شدته؟ ما استطاعوا لذلك سبيلا، هم يعلمون ينزلون الناس منازلهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أليس منكم رجل رشيد؟ أليس هذه شدة؟ قال أليس منكم رجل رشيد؟ شوف الشدة، أليس منكم رجل رشيد يراني أقبض يدي لا أريد أن أبايعه فيقوم فيقتله؟ فقالوا يا رسول الله لو أشرت علينا بعينك، توقيرا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد بحدة عظيمة على 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 معاذ، قال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ هذا إحسان، يعني الحدة على من يستحقها إحسان، لأنه لو كان فيه الخير سينضبط، لو لم يكن قد عرفته على حقيقته والمواقف أثبتت لك قيمته فعامله على قيمته. والحدة على من يسيء الأدب، يعني لو رجل يتعلم على يد عالم ثم يسيء إليه، هذه دلالة على خسة نفسه، فالحدة عليه مطلوبة بل واجبة، وهذا والله من باب الإحسان. نعم. لذلك قال الله تعالى إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء. وكل نص في العموم. الفوائد المستنبطة. لله صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. إن الله عز وجل السياق من المفسرات، ولما قال الإحسان في كل شيء وعلى كل شيء وهذه مرتبة راقية علمنا أنها مستحبة. الفائدة الثالثة، ديننا دين الرحمة.
أسئلة إيه؟ الله المستعان. هو بسبب الأيباد عشان ما تعملش. خير برضو خير. ماشي. إن شاء الله خير. طب خليه يكمل الأسئلة. السؤال غير واضح مش كامل يا طالب العلم. لو واحد يتم لنا سؤالك. ليتك تتم السؤال أو تجعل أحد يتم لنا سؤالك لأنه غير كامل الآن. كما قلت أنا بدخل من التليفون من الهاتف. خير إن شاء الله. قال عليك ظهر أختي. أتم السؤال يا طالب العلم بالله. أتم السؤال حتى نسرع نحن فيما نحن فيه. قال من ائتمنك لن تخونه لا تخونه يعني. ولو كنت خائن فهل ينطبق؟ هل ينطبق على إيش؟ أكمل السؤال أيضا. هل ينطبق على إيش؟ أنا منتظر كل هذا عشان أنظر في الأسئلة. أتم أسئلتكم. ثم قال لزوجته أنت عليك ظهر أختي. طيب أنت عليك ظهر أختي إيش بقى؟ حتى إيش؟ حتى أجد المفتاح مثلا ولا حتى إيش؟ غير كاملة ابن الإسلام. طيب مالكة بنقاب تقول تفضل. مالكة بنقاب ده الشوط الأول ده الشوط الثاني. تقول من ائتمنك لن تخونه ولو كنت خائن فهل ينطبق على المسلم العدو لكنه خائن؟ يعني مسلم عدو. المسلم لا يكون عدوا بحال من الأحوال حتى لو كان مبتدعا تحبه من أجل توحيده وتبغضه من أجل بدعته، لكن ينطبق. ينطبق طبعا. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك. السؤال حتى يجد يعني مفتاح. قال أنت عليها كظهر أختي، هذا اسمه الظهار المعلق. بعضهم قال كلا شيء، وبعضهم جعله ظهارا كاملا، وبعضهم قال هو معلق، وهذا الصحيح، هذا ظهار معلق، فهو لا يقربها، فهو مظاهر حتى يجد المفتاح. في أسئلة ثانية؟ أهو الأخ داخل ابن الإسلام ده عنده أسئلة أيضا. الأستاذ ابن الإسلام عنده أسئلة، ما أدري كاملة ولا مش كاملة. ليش؟ يقول امرأة في وقعت في الفاحشة وتابت توبة نصوح وحدث اختلاط أنساب، فكيف تبين هذا مع إيش؟ مع إيش؟ الستر على نفسها. هل سؤال بقى من تاني؟ السؤال الأول من تاني؟ امرأة وقعت في الفاحشة وتابت توبة نصوح وحدث اختلاط أنساب، فكيف تبين هذا مع الستر على نفسها؟ المشكلة اختلاط أنساب هذه مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة اختلاط أنساب هذه مشكلة كبيرة. لازم أفهم يعني إيش اختلاط أنساب. يعني هي حملت من الزنا وهي حامل لم يأتيها زوجها. شوفوا المسألة، لو هي حامل وأتاها زوجها صار حملها على فراشي. فهمت المسألة ابن إسلام؟ لو فعلت الفاحشة وحملت وجامعها زوجها أكثر من مرة فالولد للفراش، فالولد للفراش، تتوب توبة نصوح وتسكت والولد للفراش. أما إذا كان زوجها عاجز عن الجماع
وهي جمعت فحملت وأوهمته فلا يجوز بحال من الأحوال. هو طويل بيقول الظهر معلق، ولكن إذا لم يجد المفتاح مضت أربع كيف الحل؟ مضت أربع إيه؟ يعني مضت أربع؟ خلاص يكفر، يكفر، يصوم شهرين متتابعين. يقول ما هو الرد على من يقول أن الإسلام احتقر المرأة؟ هذا جاهل جهول، وإلا فالإسلام كرم المرأة أيام تكريم، وجعل لها أحكام مستقلة، وجعلها ملكة في بيتها، وكل الصلحاء يرتكزون على النساء. نعم. يعني يقول خصوصا لما جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكلب والحمار. ليس هذا الأمر على الحكم فقط وليس على الاقتران بتساوي الأحكام، أن المرأة فتنة وأن المرأة شيطان، يعني 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 تكون من حبائل الشيطان حقا في هذا الباب، فلذلك قويت فتنتها عند المرور قد تبطل الصلاة بمرورها، وليس هذا احتقارا لها ولا تنقيصا لها بحمل الحوائج. ومن قال بذلك فهذا جاهل مغفل سيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أيقنت قلت أنه ليس من زوجها وأن زوجها عاجز انتهى، لازم تطلق وترحل وتفعل شيء، لازم تطلق عشان ما يحدث قتل، وبعد ذلك تذهب بعيدا تلد والأمر يكون فيه حلول أخرى. لكن إذا كانت تعلم يقينا بأن زوجها يجامعها وهي ولو حملت لا تدري منه أو من الآخر، تتوب من الآخر وتبقى يجامعها زوجها فيكون الولد للفراش. هذا لولي الأمر استخدامه باليد لولي الأمر، أما الحدة والشدة في من يعلم ويتوانى فهذا أمر تجمعه المصالح أو تتحكم فيه المصالح. هو يقول طيب وإذا لم يجد المفتاح مضت أربع شهور ولم يجد المفقود ليصح هذا كإلاء؟ نعم، لو زاد على ذلك يكون إلاءً.